بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله حنأخذ الموضوع الثاني من البادي فلويدز، واللي هو السينوفيال فلويد أو سائل المفاصل بسموه. السينوفيال فلويد أو اللي يشار إليه الجوينت فلويد اللي هو سائل المفاصل. هذا الفلويد طبيعته هو فيسكاس ليكويد، اللي هو طبيعته لزجة، وموجود في اللي هو الكافيتي اللي موجود في المفاصل دائما المتحركة. وحنعرف ليش في المفاصل المتحركة، لأنه أكيد له وظيفة هناك. خلينا نشوف تركيبة المفصل وبعد هيك نرجع للشرح. هذا هو المفصل. أي مفصل بتكون من تو بون، هذا هو العظم، هاي بون articular بون وهذا بون. هذا المنطقة هي الفاصل ما بين التوبون، وطبيعي لو كانوا البون مقتربين من بعض ما فيش بينهم فاصل حيصير احتكاك ما بين البون، لأنه هذه منطقة احتكاك أو حركة فبيعمل تآكل للبون. لكن هنا مغلف البون باللي هو الارتيكولار كارتليج، هذا الكارتليج، وهنا في كارتليج أطراف البون دائما فيها اللي هو الكارتليج اللي هي بتحمي أطراف البون. بالإضافة هذا الكارتليج مع كفرينج مغلف بالسينوفيال ممبرين. هاي السينوفيال ممبرين، هذا اللي لونه أسود، هذا عبارة عن سينوفيال ممبرين محاط ب اللي هو كل المفصل، فبنسميه عشان هيك السينوفيال ممبرين هذا مع، وهنا في فايبرس كبسول، هذا كله الفايبرس كبسول مع الممبرين هذا بنسميهم ارتكولار كبسول، عاملة زي الكبسولة مغير في المفصل، هي كله هذا ارتكولار كبسول هيك، تمام. هذا في الكافيتي أو التجويف، هذا هو ده بنسميه سينوفيال كافيتي أو جوينت كافيتي. هذا الكافيتي هو اللي مليان بالسينوفيال فلويد، يبقى هاي الفلويد بيكون في هذا المكان ما بين التوبون هنا وفي الاتجاهين اللي هنا واللي هنا. يبقى هذا هو تركيبة الجوينت، وهنا بيكون موجود السينوفيال فلويد. طبعا خليني أشوف هو إيش وظيفة السينوفيال فلويد. طبعا السينوفيال فلويد موجود ما بين التوبون، قلنا عشان يقلل الاحتكاك ما بين البون أثناء عملية الحركة، لأنه قلنا لو كان الاثنين بون موجودين وعمل وكان في حركة أو احتكاك، يعني في موجود في كل المفاصل سواء سلميات الأصابع، في الجوينتس، في الني، في أي جوينتس في موجودة سواء كبيرة أو صغيرة موجود السينوفيال فلويد، فهذا بيقلل الاحتكاك ما بين البون عشان يحمي البون. الشغلة الثانية بيعمل لبريكيشن لا الجوينتس، يعني بيعمل تشحيم، يعني زي اي مفصل احنا عمال بنقول مفصل الباب لو صار في اي صوت يعني بده تشحيم، وهذا بيعمل له تشحيم تلقائي سبحان الله. فهنا طبيعه هذا الفلويد بيعمل تشحيم للمفصل. السينوفيال فلويد كمان بمد الارتيكولار كارتليج بالنيوتريشن، لانه احنا بنعرف انه الكارتليج هذا بده نيوتريشن وما بيصلوا بلد، فالسينوفيال فلويد هو اللي بنمده بالنيوتريشن. الشغله الثالثه الرابعه والاخيره انه بيقلل اللي هو الضغط على اللي هو الجوينتس خلال عمليه ايش الجامبينج والركض والمشي. ليش؟ لانه موجود فلويد ما بين التو بون، فلو واحد قفز قفزة أو نطة قوية التو بون ممكن يقل يخبطوا ببعض يعملوا صوت، لكن لو كان حطيت أنت الخبطتين وحطيت بينهم بالون مليان مية وروحت ضربت، أكيد الفلويد هذا هو اللي حيمتص اللي هو الصدمة أو الضربة. يبقى وظيفة الفلويد هذا بقلل
الاحتكاك ما بين التوبون بيعمل لبريكيشن للجوينت، يعني تشحيم. الشغله الثانيه بمدها بالنيوتريشن للارتيكولار كارتليج، وبيعمل بيقلل او بيمتص الصدمات اثناء عمليه النشاطات زي الجامبينج والووكينج والمشي كده. تمام، يبقى عرفنا ايش وظيفه هذا الفلويد. نيجي للنقطه الثانيه، قلنا الجوينتس او الجوينتس فلويد هذا موجود في كل الجوينتس، واللي هي عباره الجوينتس هذه بتكون البون مغلفه زي ما حكينا بالساينوفيال جوينتس، ولايننج لايند مغطاه بالسموث ارتكولار كارتريج طبعا، والفاصل ما بينهم عباره عن اللي هو الكافيتي اللي بيحتوي على الساينوفيال فلويد. هذا الجوينتس قلنا انكلوزد، يعني مغلف بالفايبرس جوينتس كبسول لايننج ساينوفيال ممبرين. الكبسول هذه عباره عن الساينوفيال ممبرين، وهذه الساينوفيال ممبرين لها ميزه، بتحتوي هذه الساينوفيال ممبرين على سبيشاليزد سيل بنسميها الساينوفوسايت، اللي هي خلايا الساينوفوسايت. هذه الساينوفوسايت ايش ميزتها؟ انها بتعمل سكريتد للميوكو بوليساكرايد، بتعمل سكريتد للميوكو بوليساكرايد. هذا الميوكو بوليساكرايد بيحتوي على هايلورونيك اسيد وكمية قليلة من البروتين، تقريبا ربع الكمية اللي موجودة في البلازما كونسنتريشن. الفلويد البروتين اللي موجود في الساينوفيال فلويد ربع الكمية اللي موجود، ربع الكونسنتريشن اللي موجود في البلازما من البروتين. كمية الهايلورونيت أو الهايلورونيك أسيد هي اللي بتساهم في انها تعمل فيسكوسيتي، بتساهم في الفيسكوسيتي للفلويد. احنا قلنا طبيعه هذا الفلويد هو فيسكاس يعني لزج، وبالتالي مين اللي بيخليه لزج هو وجود الميوكوبوليساكرايد والهيلورونيك اسيد اللي موجوده. تفرز ميوكوبوليساكرايد وبيحتوي على الهيلورونيك اسيد، هذا الهيلورونيك اسيد هو اللي بيساهم في الفيسكوسيتي للساينوفيال فلويد. يبقى مين اللي بيفرز الميوكوبوليساكرايد؟ قلنا الساينوفيال ممبرين، لانها بتحتوي على سبيشالايتس للساينوفيوسايت، والساينوفيوسايت هي اللي بتفرزها. وبالتالي اي دمج في الارتيكولار ممبرين يعني في الساينوفيوسايت على طول بيؤدي الى بين، بيؤدي الى بنلاحظ انه بصير الم وستيفنس اللي هو تصلب في الجوينتس، وبيؤدي الى حاله بنسميها اللي هو ارترايتس، هي حالة مرضية اللي بنسميها arthritis. تمام؟ طيب بدنا نشوف كيف بصير عملية formation. يبقى خليني ألخص اللي حكيته، إنه synovial fluid هو synovial joints أو سائل المفاصل موجود في synovial cavity، في synovial cavity أو في synovial cavity. أوكي، هو عرفنا له عدة وظائف. الشغلة الثانية إنه الساينوفيال ممبرين، إنه بيحتوي الساينوفيال ممبرين بتكون من خلايا سبيشالايت سيل سميناها ساينوفيوسايت، وهذا الساينوفيوسايت بتعمل سكريتد للميوكوبوليساكرايد، واللي بيحتوي على كمية من الهايلورينيك أسيد، واللي هو بدي لزوجة للساينوفيال فلويد. أوكي، نيجي للفورميشن للساينوفيال فلويد. كيف بتكون الساينوفيال فلويد؟ طبيعة هذا الفلويد بتكون هو عبارة عن الترا فلتريشن من البلازما اللي هي بتعبر اكروس ذا ساينوفيال ممبرين، لانه قلنا الساينوفيال ممبرين هو اللي مغلف له، هو يبقى بيصير له عملية الترا فلتريشن من البلازما. هذا الفلتريشن نون سيلكتيف اكسبت for the exclusion a high molecular weight من البروتين، يعني هو non selective يعني غير اختيارية ما عدا اللي هو بنتج high molecular weight من البروتين. الكيميكال المكونات الكيميائية غالبا او نادرا هي تكون clinical significant، وهاب concentration له نفس الconcentration اللي موجوده في البلازما. ليش؟ لانه نون سيلكتيف، يعني هي عباره عن الترا فلتريشن ونون سيلكتيف ما عدا اكسكلود لا
اللي هو الهاي مولوكيولار ويت. تمام، كيف بتم عملية السبيسيمين كوليكشن والهاندلينج؟ الصينوفيال فلويد بيتم عملية الكوليكشن لإيش له؟ بواسطة نيدل بسميها أرثروسينثيسيس، وكمية الفلويد اللي موجودة في الجوينتس بتعتمد على نوع الجوينتس. يعني ممكن يتمتد يكون هذا الفلويد النورمال موجود في الأدلت ني 3.5 مل، وممكن في بعض الحالات يزيد عن 25 مل، يعني في الني أو الركبة نلاقي أكثر من 5، وهذا بيعتمد على إذا كان في إنفلاميشن. يعني في بعض الناس بنلاقي في سويلينج في الني، فبيسحبوا له كمية كبيرة من اللي هو الفلويد. في بعض الحالات ممكن نلاقي بس عدة نقاط، ون دروب أو أونلي، بعض النقاط ممكن يخضوها فقط لبعض الفحوصات الميكروسكوبيك، تمام، أو للكلتشر. النورمال سينوفيال فلويد ما بيصير له كلوتينج، ما بيصير، وبالرغم هيك الفلويد from a disease joint ممكن يصير فيه يحتوي على فايبرينوجين ويصير كلوتينج للفلويد. طبعا الفلويد اللي احنا بنجمعه يصير له كوليكشن بالسرنجة لازم يوضع في انبوبة بتحتوي على هيبرين عشان يمنع عملية الكلوتينج، حتى لو بيحتوي على فايبرينوجين يمنع عملية الكلوتينج. ولازم يصير عملية ديستريبيوشن للأنابيب للفلويد في عدة أنابيب حسب إيش الفحص اللي بنا. يعني الأنبوبة اللي بتحتوي على هبارين أو إديتا هذه للسيل كاونت، يعني للهيماتولوجي. الاسترالاي هبارين تيوب في الجرام ستين والكلتشر. النانكو أنتيكو أجولانت تيوب للأدر تيست أو الكيمستري. ممكن نضيف أنبوبة بتحتوي على الصوديوم فلورايد للجلوكوز أناليسز. وليش للصوديوم فلورايد؟ لأنه بنعرف إن الصوديوم فلورايد إيش بيعمل؟ إنهيبيشن للجليكوليسز، بيعمل إنهيبيشن للجليكوليسز. تمام، الباودر أنتيكواجولانت مش لازم، طبعا لا ينصح باستخدامها في حالة اللي هو السينوفيال فلويد. ليش؟ لأنها ممكن تعمل لي ارتيفاكتس، تنتج لي ارتيفاكتس، وهذا يعمل انترفيرنس كريستال أناليسز. لأنه من ضمن الفحوصات اللي قدام حنعرفها إنه ممكن نعمل كريستال، نشوف كريستالز تحت الميكروسكوب لعينة السينوفيال فلويد. فلو أنا حطيت باودر أنتيكواجولانت ممكن ألاحظ إنه يعمل لي انترفيرنس، يعني هل هذه الكريستال جاية من الباودر الانتيكواجولانت ولا من الكريستالز موجوده فعلا في السينوفيال فلويد؟ فهنا بتعمل لي ارتفيشال ارتيفاكت، بتعمل انترفيرنس في التحليل، فلا ينصح باستخدامها. طبعا النون انتيكواجولانت تيوب لازم نعمل لها سنتريفيوجيشن ونفصل الاليمنتس تبعتها او السيلز عشان ما تعمليش انترفيرنس مع الكيميكال والسيرولوجيكال اناليسز. يعني على طول بمجرد انا ما بدي اخذ العينه لانه العينه بتحتوي على السيلز، هنا بيحتوي على السيلز، لازم نفصلها عشان ما تعمليش برضو تدار. الكروس اكزامينيشن، ايش الفحوصات اللي بنجريها على السينوفيال فلويد؟ الكروس او الميكروسكوبيك اكزامينيشن. عندنا الكروس اكزامينيشن او الجروس ابييرانس، المظهر الخارجي، المظهر الخارجي للعينه. الجروس ابييرانس طبيعي، النورمال سينوفيال فلويد هو كلرليس بيل يلو، والكلر ممكن يكون ديب يلو في حالات اللي هو النون انفلاماتوري او الانفلاماتوري. يعني بمعنى انه طبيعه الفلويد هو لانه الترا فلتريشن من البلازما، فحيكون نفس تقريبا لون البلازما هو ايش؟ بيل يلو، وممكن نلاقيه كلرليس، يعني ممكن نورمال انه ما يكون له لون. الديب يلو يعني ممكن يكون ديب يلو از نتيجه للنون انفلاماتوري والانفلاماتوري، تمام، وجود هذا افيوجن. ايش الافيوجن؟ انه يصير فيه رشح
في العينة نلاقي اللون جرينش تني with بكتيريا الانفكشن، يعني نلاقي لونه أخضر دليل على فيه بكتيريا ملكي نتيجة على وجود الكريستال ستيربيد معكر، وهذا دايما مصاحب للوايت بلاد سيل والسينوفيال سيل ديبريس والفايبرين اللي هي بتأدي إلى التيربيدتي. عنا اللي هي زي وجود السينوفيال ممكن نلاقي العينة بلاد يعني فيها بلاد، وهنا زي السي اس اف لما حكينا انه العينه ممكن نلاقي جروس بلادي وممكن يكون نتيجه للهيموريج او نتيجه لعمليه السحب. نفس الشيء هنا اني لو انا عندي هيموريج في الارترايتس او انه نتيجه للتروماتيك اسبيريشن، كيف بنميز بينهم؟ بنفس الطريقه انك تسنتر العينه، انه اذا كانت كلوتينج انه ان ايفن ديستريبيوشن. نفس طريقه التمييز بالسي اس اف هي نفس الطريقه اللي بنستخدمها هنا، تمام. طيب التيربيديتي دائما مصاحبه لوجود الوايت بلاد سيل والسيل ديبريس والفايبرين والترانسبيرنسي والشفافيه. حكينا النورمال كلر هو بيل يلو، الابنورمال قلنا دارك، حنشوف الابنورمال الدارك وايش اسبابها. الدارك ريد او الابنورمال كلرز دارك ريد او دارك براون البلدي، الهيمو أرثروسيز ممكن نتيجة فراكتشر كسر through the joint surface، إنه يكون في كسر في الجوينتس، تيومر involve تيومر صار وجود تيومر في الجوينتس، تروماتيك أرثريتس، هيموفيليك أرثريتس تروماتيك يعني نتيجة لعملية السحب أو نتيجة للهيموفيليا، يعني الناس اللي عندها هيموفيليا مجرد حركة الجوينتس بنلاقي إنه بصير بليدنج فالهيموفيليك. طبعا ممكن يكون سيبتيك أو روماتويد أرثريتس. التروماتيك تاب ممكن يتعرف نعرف التروماتيك تاب عن طريق الان ايفن ديستريبيوشن ووجود اللي هو لأنه بيكون في فايبرينوجين. والترانسبيرانسي الكلر زي ما حكينا النورمال سينوفيال فلويد هو بيل يلو، الابنورمال كلر وايش اسبابه؟ اول ابنورمال الدارك ريد او الدارك براون، يعني انه في بلادي اللي بنسميه هيم ارثروسيس، يعني في بلاد هيم ارثروسيس في المفصل، وهذا نتيجة إما فراكتشر through the joint surface إنه يكون في كسر في joint surface، أو يعني في أي واحد وقع وصار في فراكتشر ممكن نلاقي صار نزيف لأنه بيعمل دمج وبالتالي بيصل الفلويد للسينوفيال فلويد. ممكن نتيجة تيومر عمل وصل لمكان الجوينتس وبالتالي ادلى وجود بلاد. التروماتيك أرثرايتس الهيموفيليك أرثرايتس الهيموفيليا، أي شخص عنده هيموفيليا بنلاقي كل الجوينتس عنده لازم يصير فيها بلاد. ليش؟ لأنه الحركة عندهم بتعمل بليدنج وبالتالي بصير اللي هو وجود بلاد في الفلويد. طبعا ممكن يكون في عنا سيبتيك أو روماتويد أرثرايتس. طبعا التروماتيك تاب ممكن نميزها عن طريق الـ uneven distribution للبلد زي ما حكينا ووجود الستريك في السرنج، يعني خيط في السرنجة. الديب يلو أو الجرين اللي هو اللون الأخضر أو اليلو ممكن يكون السبب بكتيريا الانفكشيك أو كرونيك روماتويد أرترايتس، الناس اللي عندهم أرترايتس مدة طويلة. الزانثوكروميا طبعا صعب نميز الزانثوكروميا، الزانثوكروميا قلنا هو الريد تو يلو لأنه غالبا ما بيكون اللون السينوفيا اللي هو ماخذ اليلو كلر، عشان هيك اليلو الكلر غالبا ما بسموه هومو أرثرايتس. الملكي ممكن نلاقي اللون ملكي وهذه في حالة الجاوت أرثرايتس اللي هو الالتهاب المفاصل الناتج عن جاوت النقرس، أو توبركولاس أرثرايتس ناتج عن التوبركولاس، أو كرونيك أرثرايت روماتويد أرثرايتس الناس اللي عندها من زمان أو مزمن، والسيستيميك لوبس إريثروميتس وهذه أوتو إميونو ديزيز،
والكالسيوم هيدروكسي أباتايت كريستالز، وجود الكالسيوم هيدروكسي أباتايت نعرف إيش أنواع الكريستال اللي ممكن نلاقيها، هذه بتأدي إلى وجود إنه يكون عندنا ميلكي كولر. الترانسبيرنسي الشفافية النورمال سينوفيال فلويد هو كريستال كلير صافي، لازم يكون كريستال. ممكن يكون تيربد نتيجة للليكوسايتوسيس، وجود عدد سيل أكثر من 200 سلة كل مايكروليتر. ممكن نلاقي كلاودي ميلكي وفاتي ونتيجة لو فاتي وملكي وكلاودي يعني معكر ولونه زي الحليب وفي وعامل فاتي في ياخد الشكل الدهني نتيجة للكوليسترول كريستال. الفايبرين نيجي للتوتال فوليوم. التوتال فوليوم طبعا بيتم تسجيله في حسب الوقت اللي أخذنا العينة، وقت ما أخذنا العينة بيتم تسجيل حجم العينة، وقلنا الحجم بيختلف من جوينت لجوينت، ممكن يكون 2 مل 1 مل 1 دروب حسب السامبل من وين تم جمعها. الفيسكوسيتي طبعا النورمال سينوفيال فلويد هو هايلي فيسكاس، وليش هايلي فيسكاس؟ لانه بيصير عمليه بوليمرايزيشن قلنا للهيرونيك اسيد، وهذا مهم جدا انه يصير بوليمرايزيشن عشان يدينا الفيسكوسيتي وبحيث انه يعمل لبريكيشن بشكل جيد للجوينتس. كيف بدنا نقيس الفيسكوسيتي؟ هذه في طريقه نقيسها انه عن طريق الدروبر، باجيب السينوفيال فلويد بالدروبر وبنقط نقطه نقطه، اذا اداني خيط او طول الخيط اداني ايام من 4 ل 6 سنتي طوله، هذا دليل على انه نورمال الفيسكوسيتي نورمال. لكن اذا الدروب او النقطه الفلويد نزلت زي المية نقطة نقطة، يبقى الفيسكوسيتي هنا دليل على إنه في ديكريز في الفيسكوسيتي أو في لو في الفيسكوسيتي. طيب مين اللي بيخلي الفيسكوسيتي للزينوفيال فلويد إنها تقل؟ واحد من أسباب تقليل الفيسكوسيتي، إحنا قلنا الفيسكوسيتي مهمة جدا لأنه بيصير عملية هو بوليمرايزيشن للهيالورونيك أسيد، ومهمة لعملية اللابريكيشن عشان تعمل تشحيم للجوينتس. لكن في بعض حالات الأرترايتس التهاب المفاصل بتأثر على عملية إنتاج الهيلورونيك أسيد، وبالتالي على مقدرة يعمل بوليمرايزيشن بتقل، وبالتالي بتقل الفيسكوسيتي. في عدة طرق بنقيس منها اللي هو الفيسكوسيتي. أول طريقة، الطريقة اللي حكينا عنها، إن نحط يتم الخيط اللي بنقيسه عند مواضع السينوفيال فلويد في الدروبر نقطة نقطة، إذا عمل لي خيط ما بين 4 ل 6 هذا يعتبر نورمال، لكن إذا كان النقطة نقطة هذا في لو فيسكوسيتي. في طريقة تانية بنستخدمها لكن لقياس كمية الهيلورونيت بوليمرايزيشن، يعني قديش كمية الهيلورونيك أسيد بيصير له بوليمرايزيشن، وهذه بيتم قياسها عن طريق بنسميها الميوسين كلوت. هاي الطريقة انه بنجيب بنضيف من 2% او 5% من الاسيتيك اسيد على النورمال سينوفيال فلويد، فاذا اداني سوليد كلوت يعني اداني كتلة صلبة وحواليها تكوس الراوندينج باي كلير فلويد حواليها فلويد صافي، هذا بدل على انه الهيلورونيت صار له دليل على النورمال سينوفيال فلويد. لكن لو كان الهيلورونيك اسيد صار له بوليمرايزيشن، قلت عمليه البوليمرايزيشن، الكلوت بتصير ليس فيرم يعني بتقل الصلابه تبعتها وبتكون حواليها التيربيد فلويد. الميوسين كلوت تيست بيتم عملية ريبورتد له او بيتم التقرير تبعه، انه بعض المصطلحات انه جود اللي هو السوليد كلوت والكلير فلويد حواليه سراوندينج، اما فير يعني فشل انه سوفت كلوت، اللو فايبرينابل كلوت، او بور نو كلوت ما عمل كلوت. وهذا الميوسين كلوت هو نوت روتين يعني ما بنعمل بشكل روتين، لانه كل الارترايتس بتقلل الفيسكوسيتي وبليتل دياجنوسيس انفورميشن، يعني كل انواع الارترايتس بتقلل الفيسكوسيتي.
طبعا تكوين الميوسين كلوت بعد إضافة الأسيتيك أسيد ممكن تستخدم في اللي هو معرفة إنه هذا الفلويد سينوفيال فلويد، يعني يعتبر من ضمن الميزات اللي بيستخدموها يعني بعض الأحيان، إنه هل بدنا نعرف هذا سينوفيال فلويد أو لا. إذا كان نورمال سينوفيال فلويد وضفت عليه الأسيتيك أسيد على طول بيعمل لي كلوتينج، وهذا يعتبر من الميزات اللي بيستخدموها للإجابة على إنه هذا سينوفيال فلويد. الديكريز للسينوفيال فلويد فيسكوسيتي غالبا بتكون مصاحبة لعدة حالات، إما السبب دي بوليمرايزيشن للهيلورونيك كومبلكس اللي موجود في، أو إما صار ديليوشن للهيلو، يعني الهيلورونيك أسيد بصير له ولكن صار في ديكريز، صار له ديليوتد. إيش سبب الديبوليمرايزيشن؟ الديبوليمرايزيشن في حالات الروماتويد أرترايتس، السبتيك أرترايتس والجاوت النقرس. الديليوشن ممكن أو ديكريز في البرودكشن ناتج للرابيد إفيوشن ناتج عن اللي هو التروما، ممكن نتيجة إنه صار في إفيوجن وبالتالي صار في رشح زيادة من الفلويد وبالتالي بيقل عملية البوليمرايزيشن، يعني عملية البوليمرايزيشن بتتم بشكل جيد ولكن صار الفلويد بكمية أكبر فيعمل له ديليوشن. تمام. الديفرينشال سيل كاونت، كيف بنعمل ديفرينشال سيل كاونت؟ الديفرينشال سيل كاونت المونونيوكليار سيل اللي هي الخلايا اللي بتحتوي على نيوكليار واحدة زي المونوسايت الليمفوسايت والماكروفاج والسينوفيال تيشو سيلز هي البرايمري موجودة في النوع كنورمال في السينوفيال فلويد. البوليمورفيك نيوكليار سيل اللي هو النيوتروفيل بنلاقيها من 0 إلى 25%، الليمفوسايت من 0 إلى 78%، المونوسايت من 0 إلى 71%، والماكروفاج لعند 26%. أنواع السيلز اللي بنلاقيها ممكن نلاقي الليمفوسايت زي ما حكينا مونوسايت ماكروفاج والسينوفيال تيشو سيل والبوليمورفيك نيوكليار سيل الال اي سيل اللي هو سيستميك ليمفوس إريتروميتاس، ريتر سيل واللي هي الفاكيوليتد ماكروفاجينج اللي بتحتوي اللي هي عبارة عن ماكروفاجينج بتحتوي على نيوتروفيل عاملة انجلفينج لنيوتروفيل. ممكن نلاقي اللي هو الـ RF factor الروماتويد factor اللي هو البوليمورفيك نيوكليار تحتوي على روماتويد factor والفات droplets أو بكتيريا. زيادة عدد النيوتروفيل هذا indication للسيبتيك inflammation، أكثر من 80% من اللي هو بيدل على السيبتيك inflammation زي البكتيريا الأرترايتست، جاوتلي أرترايتس وروماتويد أرترايتس. لكن زيادة الليمفوسايت هذا بديل لي على نون سيبتيك انفلاميشن زي الفيرال انفكشن، وإحنا قلنا الفيرال انفكشن دائما بزيد في الحالة بزيد فيها الليمفوسايت، روماتويد أرترايتس والليمفوسايت ممكن نلاقيها موجودة. الإزينوفيل أكثر من 2% هذا دليل في حالات الميتاستاسيك كارسينوما في السينوفيام، يعني انه صار كانسر ووصل للسينوفيام، الاكيوت روماتويد فيفر والروماتويد ارترايتس. الكريستالز ممكن نلاقيها موجوده، الكريستالز على طول بتدينا انديكيشن انه في عنا ارترايتس. عشان نعمل الكريستالز الكوليكشن للسامبل بتتاثر بالبي اتش والتمبريتشر و والريفريجيتور يزيد فيها المونوسايت، يعني بعض الحالات ايش انواع الكريستال اللي ممكن نلاقيها في العينه؟ في عنا اندوجينياس كريستال وفي اكسوجينياس كريستال. الاندوجينياس كريستال زي المونوسوديوم يوريت اللي هو اليوريك اسيد، المونوسوديوم يوريت اللي هي بتكون شكلها نيدل بتشبه لايك سين في الجاوت، ممكن نشوفها في الجاوت. كالسيوم بايروفوسفيت اللي هو دي هيدريت سي بي بي دي واللي هي بنسمها بنشوفها في السيدو جاوت، وهي بنيدل بليت او رود لايك رومبانت. طيب ايش انواع الكريستال اللي ممكن نلاقيها موجوده؟ في نوعين من الكريستال، اما اندوجينياس كريستالز او اكسوجينياس كريستال. الاندوجينياس كريستال زي المونوسوديوم يوريت اللي هو اليوريك اسيد كريستال، وهو بيكون بيشبه النيدل لايك عامل زي شكل النيدل، وبنلاقيه وين اليوريك اسيد في حالات الجاوت. الكالسيوم بايروفوسفيت نسميه سودو جاوت، ليش؟ لانه الاعراض كل الشخص بتكون زي الجاوت لكن الكريستال هي مش بيكون عنده جاوت، بيكون نفس الاعراض ولكن مش جاوت فبنسميه سودو جاوت.
الكوليسترول كريستال اللي هي عاملة زي الفلات تريكت أنجل، عامل زي شكل الدرج هيك. الأباتايت سمول نيدل، والكالسيوم أوكزاليت اللي عامل زي المزروف، شكل المزروف. أما الإنكسوجينياز اللي هي الجلافز باودر، الباودر اللي داخل الجلافز، فممكن الشخص هو بيلبس الجلافز يجي من الباودر رذاد، فهو يحسبها كريستال لكن هي جاية من الجلافز. أو الكورتيكوستيرويد الكورتيزول، يعني شخص بأخذ علاج كورتيزول ويتكون عنده، بتكون نتيجة للجرعات بيتكون عنده. طيب بس خلينا نشوف الأشكال تاعت الكريستالز. المونوسوديوم يوريت اللي هو قلنا اليوريك أسيد كريستال، وبتكون شكلها زي النيدل تحت الميكروسكوب، هاي شكلها زي النيدل، وهذه بنلاقيها في حالة الجاوت. الكالسيوم بايروفوسفيت واللي هي بتكون عاملة زي شكل السكوير أو الرود، يعني أكتر من شكل، هذه في السيدو جاوت قلنا. الكوليسترول وقلنا عبارة عن زي الدرج هيك أو زي المربع، وفي بعض الحواف اللي هو إكسترا سيليولار، هذا بيكون خارج من الخلايا. الكورتيزول أو الكورتيكوستيرويد فلات، هي تعمل زي هذا وأشكال مختلفة، وممكن يكون بليت مسطح نتيجة قلنا هذا من الإكسوجينياس كريستالز اللي هو إنجيكشن، يعني شخص بأخذ كورتيزول. كالسيوم أوكزاليت اللي هو زي الإنفلوب زي المظروف، نفس اللي بنشوفه في شكل اليورين في حالات الرينال دياليسز. الكالسيوم أوكزاليت هذا مهم، إنه الكالسيوم أوكزاليت بنلاقيه في حالات الرينال دياليسز، ننوه لها. الأباتايت أو الكالسيوم فوسفيت عبارة عن اللي هو بتكون زي السمول بارتيكلز، وهذه في حالات الأستو أرترايتس التهاب في اللي هو العظام والمفاصل، عشان هيك الكالسيوم فوسفيت بيبدأ تصير له هشاشة وينزل. تمام، هنا إن شاء الله. طيب حنيجي للكيميكال اكزامينيشن للسينوفيال فلويد، لانه السينوفيال فلويد قلنا هو عباره عن الترا فلتريشن من البلازما، فبنلاحظ انه الكيميكال تيست تبعته القيم تبعته تقريبا نفس قيم السيرم. على سبيل طيب نيجي لاول كال واللي هو الجلوكوز. النورمال القيمه الطبيعيه للجلوكوز في السينوفيال فلويد تقريبا من 0-10% اقل من مستوى في البلازما جلوكوز. ليش؟ لانه بيكون في اكوليبريم او التوازن بطيء ما بينهم. لازم على الاقل يكون في عندنا 6 ساعات فاستنج قبل ما ينعمل عمليه فحص اللي هو الفاستنج للمريض قبل اخذ العينه حتى نتاكد من النورمال جلوكوز. طبعا الجلوكوز بيصير عمليه توازن ما بينه وما بين البلاد جلوكوز، وبالتالي بيعب الجوينتس فلويد جلوكوز لازم ينعمل مزامنه مع عينه السينوفيال فلويد عشان نحدد اذا كان في انفلاماتوري ولا ما في. في بعض الحالات زي اللي هو الروماتويد ارترايتس السينوفيال فلويد بيقل مستواه ل 60% عن البلازما، وفي حالات السيبتيك ارترايتس بيقل بينزل ل 40% عن مستوى البلازما. بمعنى لازم دائما قبل ما تنسحب عينه السينوفيال فلويد كمان ينسحب معها عينات بلازما او عينه دم عشان نقارن مستوى السكر مع مستوى السكر بالدم، لأنه هو قلنا تقريبا نفسه. نيجي للتوتال بروتين. التوتال بروتين تقريبا من 1.7 ل 2.13 جرام لكل ديسيلتر، تقريبا ثلث أو نص اللي هو موجود في البلازما. البلازما من 6 ل 8 من 6 ل 8. النورمال بروتين بلازما بدخل على السينوفيال فلويد عن طريق قلنا باسيف ديفيوشن، بالباسيف يعني بالانتشار اللي هو البسيط. بالمقابل كمية السمول مولكيول للبروتين كونسنتريشن بيبقى لس في السينوفيال فلويد ان ذا بلازما. في عملية الاسبيريشن من النورمال ني التوتال بروتين غالبا بتكون من 1.3 جرام فاليو، رفلي 20% عن
اللي النورمال بلازما. البروتين كونسنتريشن بيزيد عن 3 جرام، ممكن هذا نتيجة لزيادة البيرمابيليتي أو الإميون جلوبيلين سينثيسيس في بعض الحالات. يعني إذا زاد عن 3 جرام في السينوفيال فلويد، دليل على أنه في إما في حالات الروماتويد أرترايتس أو الجاوت أو السيبتيك أرترايتس. طيب نيجي للفحص اللي بعده اللي هو اليوريك أسيد. الكريستال لليوريك أسيد غالبا بتصير أكيوميليشن في السينوفيال فلويد، وبنسميها هايبريوريسيميا في البيشنت نتيجة الانترا كورنت بيريود بتوين اتاك اوف جاوت. طبعا نتيجة لانه في كمية يوريك اسيد زيادة بتصير في بريسبيتيشن. غالبا هذا هو نتيجة الاوفر برودكشن لليوريك اسيد. طبعا في بعض الحالات ممكن يصير اكسكريشن لليوريك أسيد عن طريق الكلية. طبعا من الفحوصات بنشتغل الألكالين فوسفاتيز، وهذا بزيد في حالات الأرترايتس. الميكروبيولوجي إكزامينيشن بنعمل جرام ستين وكلتشر للعينة. السيرولوجيكال إكزامينيشن الار اف اللي هو الروماتويد فاكتور، الانتي نيوكليار انتي بودي، والال اي سيل اللي هو السيستميك لوبس اريثروميتس اوتو اميونو ديزيز. الـ RF اللي هو الروماتويد فاكتور هو موجود في السينوفيال فلويد تقريبا في 60% من الروماتويد أرترايتس، يعني 60% من الناس اللي عندها روماتويد أرترايتس بنلاقي عندهم روماتويد فاكتور. غالبا التايتر بيكون إما بيساوي أو أقل من اللي هو موجوده في السيرم. طبعا بنقيس غالبا ما بيساعد في عملية الدياجنوسيز أو البروجنوسيز، هو نون سبيسيفيك وبالتالي ما بيفيدنا او ما بيساعد في عمليات الدياجنوستس والبروجنوستس. تمام، هيك بنكون خلصنا السينوفيال فلويد. والله يعطيكم العافيه.